قانون الجذب واش هو حقيقة ولا غير خيال وكذوب ودجل؟ حنا خصنا نفهموا شنو هو هذا قانون الجذب. قانون الجذب على حسب جوج ديال الفئات، كاين واحد الفئه كتامن به بواحد الطريقه اللي هي غلطه، وكاين واحد الفئه اللي كتامن به بواحد الطريقه اللي هي صحيحه، ومنها السيم ولايف، ومنها بزاف ديال الاغنياء العالم كيامنوا بالطريقه الصحيحه. شنو هو الفرق ما بين الخيالي وشنو هو الفرق ما بين الحقيقي؟ الخيالي هو اللي معروف على قانون الجذب، انك كتشد ورقه على واحد الفكره عندك بغيتي تحققها في حياتك، كتشد ورقه وكتبقى تكتبها مثلا واحد 100 مره ولا 200 مره ولا 300 مره ولا 400 مره. انا باغي انا اريد ان اصبح ثري، انا ساصبح ثري، انا ساصبح ثري، انا ساصبح ثري، انا ساحقق هدف فلاني، انا ساحقق الهدف فلاني، وتكتبها بزاف. وهكا كل ما كتبتيها بزاف كل ما غتحقق. بغيتي سياره كتب انا عندي سياره، انا معي سياره، ولا انا ساشتري سياره، انا ساشتري سياره، وتكتبها تقريبا واحد 100 مره ولا 200 مره ولا 1000 مره باش كتحقق. هذه فكرة غلطة 100% وعمرها غادي تحقق لك شي حاجة، اوكي؟ عمرها في حياتك غادي تحقق لك شي حاجة. هذا هو الأغلب الناس اللي كتيقول، اوكي؟ ولا عاود الكلمة تبقى تعاودها في دماغك، إيحاء، كتقول غادي ندير سيارة، غندير سيارة، غندير سيارة، غادي تبقى تقول غندير سيارة، غندير سيارة. وصلت الناس أن لدرجة أنك كيستخدموا التسابيح ديال الاستغفار، ولاو كيستخدموا هما في قانون الجذب، كيبقى يعاودوا الهضرة باش يحققوا ذاك الهدف. هدف هكا ما غاديش يتحقق. وهذا هو الاغلب الناس كيامنوا به في قانون الجذب. شنو هو قانون الجذب اللي هو حقيقي وانا شخصيا كنديرو حياتي كامله وكينجح معايا؟ قانون الجذب ببساطه هو واحد الفكره كتعاودها في دماغك، اوكي، وكتعاودها بالايمان ديال انك غدير اللي في جهدك باش تحقق داك الهدف. ماشي جاز ما كدير والو كتقول غنحقق داك الهدف، اولا كتقول الا بقيت كنعاودها بزاف راه غنحقق الهدف، راك ما غتحققش الهدف. فخصك باش تحقق الهدف خاصك ديرك تمو في الدماغ ديالك في اللاوعي ديالك غتقول انا غندير اللي في جهدي باش نحقق داك الهدف. لاحظ معايا، انا غنحقق الهدف، انا غندير اللي في جهدي باش نحقق داك الهدف. شوف الفرق ما بين هذا وهذا. هاد الشخص هذا كيقول لك انا غادي نحقق داك الهدف بدون استراتيجيه، بدون اي حاجه، مو غير انا غنحققو صافي. ولكن الاخر شنو كيقول؟ غندير اللي في جهدي باش نحقق داك الهدف، اوكي، غندير اللي في جهدي باش غنشري سياره. ما غنتفاكش ظرف عام، هاد العام هذا غنشري دار، ما غنتفاكش هاد العام هذا غنتزوج، ما غنتفاكش هاد العام هذا غنشري ديك الحاجه الفلانيه، هاد العام هذا غنحقق ديك العام الفلاني، ما غنتفاكش حتى غنوصل لديك العام الفلاني. هذا هو الفرق ما بين شخص كيستخدم قانون الجذب الخاطئ وهذا شخص كيستخدم قانون الجذب الصحيح. صحيح هو انه يقول انا غندير اللي في جهدي، انا ما غنتشكش، انا مآمن بذاتي، انا مآمن براسي، انا تايق في راسي حتى غندير داك الهدف، حتى غنحقق ديك الحاجه. غنتشكش، ما غنستسلمش، غندير داك الهدف. هنا الدماغ اوتوماتيك ممكن يدخل في حاله برمجه وديريكتو، ممكن يدخل في قانون الجذب. هنا الدماغ ديالنا شنو كيطرى؟ كيبدا ديريكتو يعرف بان هاد الانسان هذا راه الا حقق داك الهدف راه غيوصل لواحد السعاده اللي في القمه. اذا شنو هو الحل باش نخلي هاد الانسان يحقق ديك السعاده؟ خاصني نعطيه استراتيجيات وطرق نعاونو بها باش يحقق داك الهدف. وهكا الدماغ ديالنا كيبدا يعطينا مساعده، كيبدا يعاوننا، كيبدا يعطينا افكار، ما كيخليناش نستسلم واخا كنطيحو كنعاودو نوضو. علاش؟ حيت كيبدا يدير لي في جهدو باش يحقق لك داك الهدف. وانا دخلتي في قانون الجذب. اما لو بقيتي جالس اوتوماتيك من دماغك كيبقى يقول بان هادشي هذا راه ما يمكنش، واش راه ماشي معقول، واش راه ماشي منطقي، وغيبقى يسمح فيه ويمشي. ولكن ملي كيشوفك انت باغي تقاتل، انت باغي تخدم ذاتك باش تحقق داك الهدف، ديريكت هو ممكن يعاونك. علاش؟ غير حيت كتبقى تعاود ديك الفكره في دماغك، ماشي كتعاودها بنيه انا كندير قانون الجذب غادي نحقق داك الهدف، غنشري طوموبيل، ما غنتفاكش غنشري طوموبيل. هذا هو قانون الجذب. غنبقى نقولها ونعاود، انا ما غنتفاكش غنشري طوموبيل، ولكن انت عارف الداخل ديالك راه ما غادير والو، راه ما غينجحش معاك قانون الجذب. قانون الجذب خصك تكون بنية الصدق بانك انت ما غتفاكش، بانك انت ماشي كتسين قانون الجذب هو اللي يدير لك داكشي، بل انت كتسين راسك تنوض ودير داكشي. هنا قانون الجذب شنو كيدير؟ كيبدا هو يعاونك، وكيبدا يشجعك، وكيبدا يساعدك، وكيبدا يعطيك واحد الطاقه، وكيبدا يعطيك واحد الانرجي. اذا قانون الجذب ماشي هو اللي كيحقق داك الهدف، بل قانون الجذب هو كيساعدك ويعاونك ويشد يد يشد يد يشد في يدك حتى تحقق داك الهدف. هاد القضيه شحال مره كتكثر ليا انا مثلا في اليوتيوب، مثلا
واحد السيده كنت انايا كنتفرج في الفيديوهات ديالها تقريبا فيه هو فيلم فيلم هندي تقريبا كنت امنيتي هو نشوف داك الفيلم مابقيتش عاقل على السميه ديالها لدرجه بقيت كنبحث نبحث تقريبا شي 3 سنين ولا 4 سنين وانا غير كنبحث غير في داك الفيلم فين ما كنتفكر داك الفيلم كنبغي نقلب عليه اوكي وكندوي فيه بزاف واحد النهار بديت انا واحد السيد من العائله ديالي باش كنهضر معاه على داك الفيلم كنقول له كدا واحد الفيلم كنت تفرجوا الصغار ديالي وكدا واعر زوين هندي طاط القصه كان كيدير هذه كان كيبعي هذه ويقول لي اه كدوي انت على الفيلم ديال رامبيرو رانو طق رامبيرو فيلم ديال رامبيرو رانو هرب لي السميه ديالي كنت واضع قلت عليه هذا كنت قلت له رامبيرو رانو زعما تفكرت كل حياتي كامله 4 سنين و 5 سنين كنحاول نتذكر هذاك الفيلم هنا علاش حيت انا بقيت كندير لي في جهدي كنقلب فيديوهات كدا نسول نبحث كدا عرفت السميه ديالي كون قلبت غير النهار الثاني الثالث وفشلت مايمكنش نهار تعلمت تنويم مغناطيسي تم شهور تقريبا جيت تقريبا العام وانا كنتقاتل ونبحث هنا وفيديوهات التليفون ديالي عامر بفيديوهات ودماغي باغي نولي منوم مغناطيسي وكنتخيل راسي قدام الناس والجمهور وكذا فتي الحققته ماشي 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 بقيت كنقول انا ساصبح منوم مغناطيسي انا ساصبح منوم مغناطيسي اكتبها 1000 مره انا ساصبح منوم مغناطيسي منوم مغناطيسي مايمكنش خصك تموت تقرا وتبحث وتقاتل باش تولي منوم مغناطيسي نهار تعلم طاقه ان الرجل الكهربائي ماشي ليلة وضحاها راه 7 شهور ولا ليل ونهار كنتخيل راسي عندي الدور الشارع قدام الناس ناس كيقولوا واو هادشي ما يمكنش وكذا وغيشوفوني انسان خارق ودماغي كيقول لي ازاي تقاتل حتى توصل لذاك الشيء ما حدي كنتخيل راسي عندي الكهرباء والضوء دماغي كيقول لي زيد والله الا تفكيت معاك تتعلم ليها وتعلمت ليها وعلمت ناس وصلت لذاك الشيء اللي كنت بغيت نوصل له اوكي بزاف ديال الحوايج في حياتي بزاف ماشي حاجه وماشي جوج اذا باش تختصر هذا الموضوع حاول تبقى تكرر الايحاء قول الهضره اكثر من مره قول الهضره اكثر من 1000 مره لذاتك بصيت بانك انت ما غاتسلمش تحقق داك الهدف شحال فيديو في اليوتيوب كنبغي نقلب عليه ما كنلقاهش ومع مرور البحث 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 شهر شهرين 3 شهور 4 شهور 5 6 شهور كنطيح في داك الفيديو ولكن حيت ما عندكش الصبر حتى النهار داك الشيء ما كتحققش داك الهدف خاص يكون عندك الصبر ديال تصبر حتى 6 شهور عام باش تحقق داك الهدف انا دابا حاليا واحد الدومين واحد الدومين سميتو الفيبر كلاس اوكي واحد الدومين ديال الريزين اولا ديال الاي بوكسي هاد الدومين هذا كنت خديت فيه ديبلوم في 2017 باش تعلم هاد الدومين هذا هذاك الدومين مابقاش عندي رغبه علاش حيت ما لقيتش فيه داكشي اللي بغيت ولكن دابا حاليا 2023 لقيت هاد الدومين ديال الريزين كيخدموا به بزاف ديال الحوايج انا في 2017 كنت قريت على الريزين على انها كتخدمها الارضيات ولكن من بعد اكتشفت بان الريزين كيخدموا به بزاف ديال الحوايج الاف ديال الحوايج من اكتشفتها 2023 ولات عندي الرغبه باش نتعلم الدومين ديال الريزين ولكن في نفس الوقت انا في الدومين ديال التنويم المغناطيسي انا خدام في الدومين ديال التنويم المغناطيسي انا كنعلم الناس كنقري الناس كنساعد الناس كنعالج الناس انا واقف مع الناس ولكن داك الدومين ديال الريزين عندي عشق ليه عندي حب ليه كنبغيه كنموت عليه كنحس براسي الا خدمت فيه غنرتاح غتكون عندي واحد النفسيه مرتاحه انا غنخدم غنوازن ما بين هاد الدومين وهاد الدومين هذا واخا ما بين واخا ما كاينش شي حاجه كتشبه ليهم ولكن كون هاد الدومين هذا كيعجبني اذا هنا انا وليت كنبرمج دماغي على انني خصني نولي بروفيسيون في داك الدومين ديال الريزين علاش حيت الريزين ما كاينش في المغرب ما كاينش ناس كيخدموا في المغرب الدومين ديال الريزين داك الشيء اللي باغي نخدمو انا في الريزين حيت الريزين كاين فيه انواع كتخدم به بزاف ديال الحوايج ولكن ديك الحاجه انا اللي بغيت نخدمها بالريزين ما كاينش في المغرب وما كاينش في الدول العربيه فبغيت تقول انا الاول في المغرب وفي الدول العربيه اللي يكون كيخدم داك الدومين ديال الريزين في داك الدومين المعين بلا ما نذكر الاسم ديالو هنا كيكون دافع تحفيزي دماغك كيتبرمج لان خصك تحترف الدومين ديال الريزين خصك توصل في الدومين ديال الريزين بزاف الناس قالوا لي كتخربق بزاف الناس قالوا لي ما غاتوصلش بزاف ما تحققش غنوصل وغنتحقق وغنتقاتل وغنموت حتى نولي محترف في الدومين ديال الريزين حتى يبقى يقول لي انت هو اي واحد يبقى يقول لي يقول لي انت اسطوره اخويا انت ما كتفهمش لينا هنا الدماغ ديالي اوتوماتيك كيبدا يعاونني وكيشجعني ويجيب لي فيديوهات ولقى فيديوهات في انستغرام على الريزين وهذا في يوتيوب على الريزين وعندي الحماس وكذا وكنلقى راسي كنتعلم وكنوصل بزاف ديال الحوايج وكنحقق بزاف ديال الحوايج وكنعرف الناس كيخدموا هذا الشيء هذا كتولي عندي علاقات بزاف كاين واحد التغيير بزاف علاش حيت الدماغ ديالك تبرمج على انك انت ما غاتفاك حتى توصل لذاك الدومين ديال الريزين كذلك انت الى عندك شي هدف معين قول انا ما غنستسلمش قولها مليار مره قول انا ما غنستسلمش وما غنتفكش حتى غنوصل لذاك الهدف هكا غيكون افضل باش تشد ورقه
وتبقى تكتب في الورقه وغتسنى هذاك الشيء في الورقه راه غادي يوقع لك بدون ما درتي شي مجهود. نشوفكم في فيديوهات قادمه.